السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. النقص في الوزن ممكن يكون من التعب، اذا هو لما تكبح هرمونات النمو وتكبح الانزيمات، لان اخيرا الانزيمات هي التي تعطي قوه للجسم، وهي التي تعطي للجسم كل شيء، هي التي تعطي مهما هذه الانزيمات. شنو هما الانزيمات؟ الانزيمات هما الفيتامينات، هما الاملاح المعدنيه، لان عندنا الانزيم على شكل كو انزيم، وكاين لابو انزيم والكو انزيم. هذيك الانزيم ما كيخدم بواحد المعدن، لا بد من معدن، يكون كالسيوم، يكون مانيزيوم، ولا يكون زنك، ولا يكون نحاس، ولا يكون كروم، ولا لازم، ولا يكون مانغانيز. لازم الانزيم، بدون هذا المعدن ما تخدمش. ولذلك اهميه المعادن، الناس ملي كيتسالوا على المعادن، لماذا تصلح هذه المعادن؟ هذه المعادن تحفز الانزيمات، بدونها الانزيم لا يعمل. معنى هذا الانزيم، الانزيم هو الذي يمثل الاشياء التي يعمل بها الجسم، جميع الجزيئات داخل الجسم، مش انزيمات الهضم فقط، حتى الانزيمات على مستوى الفيزيولوجيا. لان شوف الاطباء الان بداو كيطلبوا الانزيمات، بداو كيطلبوا الليباز والفوسفاتاز الكالين والجاما جي تي، بداو كيطلبوا اشياء باش يعرفوها. يعني ملي كتراكم الفينيل الانين كيصبح المرض خطير، لان واحد المرض دابا الان قليل وعند الاطفال هو مرض قليل جدا، كتراكم الفينيل الانين اللي كتصبح حتى ل 400، مستوى 400، كاين اطفال عندهم 400 ديال الفينيل الاناني. ملي كتراكم هذه كتسم الجسم، ملي كيتراكم فيها العشاء الانزيم اللي كتخرجها ما كايناش، اللي كتراكم كتحبس الماء ما كيخرجش من الجسم. لماذا؟ لان الاسباراجين كتخرج الماء على مستوى الكليه، هي ديوريتيك، هي مدير للبول. الاسباراجين كتخرجوا، والفينيل الانين كتقبط هذا ما تخرجش، هي سكوبوليتين. سكوبوليتين اللي كاينه في الحريقه، الحريقه فيها واحد الماده سميتها سكوبوليتين، هي اللي كتخرج مدرة للبول، هي ديوريتيك. فاذا كان هذا الاملاح المعدنيه اذا كانت ناقصه، كتخلي الانزيمات ما كتوقف ما كتزيدش، كيحس الشخص ماشي بتعب، كيحس بالجسم ديالو واقف، يقدر يعمل والو. حتى التفكير، كاين الناس اللي ما يقدرش يكتب مثلا واحد النص ديال 4 سطور، كاين الناس ما يقدرش يجاوب في البريد الالكتروني، كاين الناس يقراو الرسائل فقط ما يقدروش يجاوبوا. كيكون نعم، كيكون لا يقدر على الجواب، لا يقدر على التركيز، ولا يقدر على هذا. شنو السبب؟ نعم، هنا لان كاين توقف عصبي، كاين توقف عضلي، وكاين بعض المرات كاين الناس كيولي عندهم حتى التنفس كيولي صعب. نعم، التنفس ديالهم صعب فعلا. هذه الاشياء هي كلها خلل، هو خلل فيزيولوجي، ولكن عنده اسباب، عوامل خارجيه. فهذه الاملاح المعدنيه هي تعمل مع الانزيمات، هي تحفز الانزيمات، لان الابو انزيم، ثم بعض الانزيمات الاخرى كتعمل باشياء عضويه، كاشياء عضويه. والانزيمات اخيرا ما هي؟ هي الفيتامينات، الفيتامينات هو الانزيمات، هما هادو. فهاد الفيتامينات تعمل الكوانزيمات، هي الفيتامينات. فبدون فيتامينات الجسم لا يعمل. ولكن شكرا لله وحمدا له على خلقه، ان الجسم لا يحتاج الا قدر ضئيل جدا. ولذلك لما ينقص فيتامين ما، تنقص معه 4 أو 5 الوظائف. ثم هناك فيتامينات تعمل مع فيتامينات اخرى، بحال الحمض الفوليك، فيتامين ب يعمل مع فيتامين سي، وكيعمل مع فيتامين اي في نفس الوقت، والفيتامين كتعمل مع الا والاو، وكيعمل مع السي كذلك. فكاين هناك تداخل، وكاين املاح معدنيه. بدون املاح معدنيه الفيتامينات، في اخيرا ان نقص الاملاح المعدنيه ونقص الفيتامينات كيخلي الجسم ينهار. صافي كيتنخر الجسم، صافي ينهار، ما كتبقاش عنده قوه. هذه ولذلك لماذا من قبل الناس كانوا اشداء، الان ولاو ضعاف؟ علاش؟ لان من قبل اولا كان عامل الاكسجين، كانت الدوره الدمويه كدور، ملي كدور الدمويه كتوزع على الجسم طبعاً. كان اكسجين بكثره، عندهم ميتابوليزم اوكسيداتيف، يعني على مستوى العضلات، يعني خلايا حمراء. شوف مثلا غير الدجاج البلدي عنده عضلات حمراء، والدجاج الرومي عنده عضلات بيضاء. لماذا؟ لان الدجاج البلدي كيهبش وكيتحرك، ولان الدجاج الرومي لا يتحرك. يعني هنا هذا مثال بسيط. هذا فهذه من قبل كانوا الناس يقتاتون على اشياء طبيعيه غنيه بالفيتامينات والاملاح، كان عندهم طبخ طبيعي، كاين امتصاص ديال الاملاح المعدنيه والفيتامينات. الان عندنا طبخ سريع، وعندنا طبخ في بعض المعادن التي تكبح الهضم. الان الناس لا يمتصون الفيتامينات، لا يمتصون الاملاح المعدنيه، الحديد والكالسيوم، يعني مشكل امتصاص. نعم، الزنك والكالسيوم والحديد هادو قوة الجسم. إذا نقص الكالسيوم والحديد والزنك، الجسم ينهار. إذا نقصت الفيتامينات اللي تكلمنا على فيتامين بي وفيتامين سي، كتنهار قوة الشخص. حمض الأوميغا 3 أشنو كيعمل؟ حمض الأوميغا 3 هو المراقب العام، المراقب العام ديال الجسم، هو الذي يراقب جميع الحوادث الفيزيولوجية، هو لا يدخل في حديث معين، يراقب جميع الحوادث الغير طبيعية في الجسم. مثلا كيمنع تأكسد الكوليسترول،
باش ما يخليش القلب والشرايين تضرب. يعني كيراقب الهرمونات باش ما يخليش هذيك الهرمونات يعني يتغى بعضها على بعض. يعني كيراقب الامتصاص ديال الاملاح المعدنيه على مستوى المخ، كيراقب الهرمونات النمو عند الطفل حمض الاوميغا 3، كيراقب الغده الدرقيه حمض الاوميغا 3، وكيراقب يعني التاكسدات على مستوى الميتوكوندريات باش ما يخليش الخلايا تشيخ، وما يخليش نعم وضد الشيخوخه حمض الاوميغا 3 ما كيخليش الخلايا تشيخ، وكيراقب التسممات ما كيخليش السموم توصل لبعض الخلايا اللي منها تساقط الشعر، لان الخلايا تموت، هذيك ديال الخلايا اللي كتفرز الشعر تموت ما كيخليهاش تمشي. ويراقب كذلك العيا ديال الاعضاء من الاذن اللي كيعيا السمع ديالو كيمشي ما كينقص، وكيراقب كذلك العياء ديال البصر هذا حمض الاوميغا 3، وكيراقب عياء القلب. الناس اللي كياخذوا حمض الاوميغا 3 ما عندهم ما كيعيوش، يعني الشخص ملي كيطلع في الدروج الى الدرج الرابع الطبقه الرابعه والخامسه يعني تبدا التنفس ديالو يضيق يضيق، وكيبدا القلب ديالو كيضرب يعني بسرعه. فهذا اولا يجب على الجسم ان لا يفعل واحد الجهد قوي ملي ما يكون في راحه. نعم، انت في راحه ثم دفعه واحده تقوم بجهد كتبدا تحمل في واحد الثقل، هنا كيخلي الجسم ديالك ينتقل فجاه الى عمل فيه جهد، وتما غادي يرهق، تما كيتسمى ارهاق. لازم الشخص يكون دائما يتحرك ودائما يدير حركه، ودائما العضلات ديالو تكون متماسكه، والا ملي كيبدا يخدم بشويه، وملي كيكون طالع في الدروج يطلع بشويه، يطلع يعني بهدوء، يطلع ببطء على الاقل. هذا فما يتحمله الجسم ما يطيقه الجسم، نعم، ما لا يطيقه الانسان ياخذ راحه. إذا عيا ياخذ راحه، كاين الناس ما كياخذوش راحه مع الأسف طبيعية. يشرب ماء، يغتسل، يتوضأ، يصلي، يشرب ماء بكثرة، ربما ياخذ فيتامينات بحال مثلا عصير فواكه، ياخذ فواكه، لما لا ياخذ فواكه ماشي على شكل أقرص، فواكه كافية هذا، ثم يرتاح ويكمل العمل ديالو. إذا كمل العمل ديالو غادي يخلي الجسم ديالو يستغل هذيك الطاقة، وغادي يخلي يكون توازن بين الجهاز العصبي وبين الجهاز العضلي، لأن هناك أكيد طبعا. يعني عمل فكري، عمل جهد فكري ثم عمل عضلي متوازن. نعم، لماذا؟ لأن إذا طغى العمل الفكري الناس اللي كيخدموا أكثر بالفكر ديالهم الجسم ديالهم كيكون منهار. يعني الناس اللي كيركزوا كيحس براسه هو بان عنده حاجه، وربما حتى العضلات ديالو كتكون مرتخيه. هذا الناس اللي كيخدموا بالعضلات اكثر من الجهاز العصبي كيكون عندهم مشكل. علاش؟ لان ربما يعني يولي عندهم توتر عصبي غير من لانهم لا يفكرون في شيء، لانهم لا يعملون بهذا الجهاز العصبي.